النهاردة كان في المؤتمر الأول الخاص باللجنة العلمية البيئية. يعني إيه؟ واحدة واحدة. ده كان خلال مؤتمر جمعية المحافظة على البيئة بالغردقة، وأصدروا مجموعة من التوصيات علشان يتعمل عملية استزراع للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، خصوصا في المناطق اللي تعرضت لانتهاكات. يا سادة، أنا كنت بقوله لكم قبل ما يصدر قانون حماية البيئة سنة 1994، كانت في ناس بتغطس وتكسر في الشعب المرجانية وتاخدها تبيعها وتاخدها تذكارات، وحاجة يعني في منتهى الفوضى. طيب، عايزين بقى نعمل عملية استزراع. السؤال بقى، يا ترى هل هناك معوقات لاستزراع؟ خلي بالك الشعاب المرجانية دي مش بتحتاج عشرات السنين، دي مئات وآلاف السنين، فاحنا لازم نبدأ دلوقتي. طيب، خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمود عبد الراضي، مدير المعهد القومي لعلوم البحار بمحافظة البحر الأحمر. أهلا بيك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك يوسف بي، أنا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور محمود. أنا عارف أنه عايزين نعمل استزراع للشعاب المرجانية خصوصا في المناطق اللي حصل فيها انتهاكات، وأنا عارف أن حصلت انتهاكات واسعة خلال السنين اللي فاتت، لكن على ما يبدو هناك معوقات أو يجب أن تكون هناك شروط واضحة للبدء. وأنا كنت لسه بقول البدء في الاستزراع لازم يبقى فوري. تمام مع حضرتك. تمام، ولازم الاستزراع يتم بوسائل ذات جدوى وذات قيمة لا تؤثر بالسلب على البيئة البحرية، ويكون المردود طبعا، لأن زي ما حضرتك بتقول إن معدلات نمو الشعاب قليلة وبتحتاج سنين طويلة عشان تنمو، فلازم يبقى تطبيق البرنامج على الأنواع سريعة النمو وفي أماكن ما تكونش عرضة للإهدار في السنوات القادمة. حلو، كويس. إيه المعوقات اللي قدام المشروع ده؟ أولا اتفاق الجهات المختلفة، سواء جهات رقابية أو الجهات العلمية، الاستعانة بذوي الخبرة في مجال الاستزراع، خاصة السادة الدكاترة اللي هو تخصصهم الصريح شعاب مرجانية، عمل برنامج قومي للاستزراع وعمل حصر للأماكن اللي تصلح للاستزراع، لأن مش أي مكان في الظروف الحالية ومع التغير المناخي الحالي يصلح لاستزراع شعاب مرجانية. أنا محتاج أماكن ذات طبيعة خاصة، الأماكن دي ليها أعماق محددة، سرعة التيارات البحرية فيها محددة، سرعة الموج وارتفاع الموج فيها محدد، درجة نقاء المية تكون عالية جدا، بحيث أن أنا أقدر أعمل استزراع في الأماكن دي. كويس جدا. هنا هيخليني أروح لحتة تانية يا دكتور. أنا حجم التلف اللي عندي كبير؟ على المدى الطويل ما يعتبرش كبير. لا، مش كبير. احنا لو اتكلمنا بنظرة تفاؤلية، اعمال الردم اللي كانت بتدمر الشعاب، الاعمال دي توقفت يمكن من اكثر من 10 سنين بسبب قانون البيئة والرادع للناس اللي كانت بتردم ومنع الردم. ده دلوقتي انحصر تدمير الشعاب في الغطس اللي عليه اوفر لود او احمال زائده من بعض اماكن بيحصل فيها تسرب للصرف الصحي، اماكن نزول السيول، ودي ظواهر الطبيعيه، ومع الوقت برضه بيعاد نمو الشعاب. الشيء الثالث هو تاثير المناخي، التغير المناخي اثر على بعض مناطق الشعاب، خاصه المناطق الضحله جدا اللي تعود الميه فيها لا يزيد عن متر. فيما عدا ذلك فكل مناطق الشعاب المصرية بخير وكلها كويسة ومعدلات النمو بتاعتها في ازدياد. سنتين بتوع الكورونا عملوا معدلات ريكفري كويسة جدا لبعض المناطق اللي احنا بنعمل عليها متابعة وملوتينج ورصد باستمرار. ما هي الكورونا يعني بقدر ما هي فيروس بشع، بقدر ما هي أفادت الكوكب بشكل أو بآخر بأنه حصل شيء من التعافي لدى هذا الكوكب الأزرق. طب دكتور محمود، هل أقدر أقول أن معدل الوعي
بتاعنا زاد شوية خلال الفترة اللي فاتت فيما يتعلق بحفاظنا على الشعاب المرجانية وأيضا حفاظنا على المخزون السمكي وتنوعه في البحر الأحمر؟ المعدل الوعي بيبقى بيقابله من ناحية تانية المصالح الشخصية. بمعنى من ضمن الآثار السلبية اللي تؤثر على الشعاب في البحر الأحمر تحديدا هو موسم صيد البربوني. موسم صيد سمك البربوني ده بيبقى تقريبا في 5 6 و7 غالبية الصيادين بينصبوا شباك بتاعتهم يا إما فوق أمام الشعاب أو حول مناطق الشعاب. وبيؤدي إلى تكثير للشعاب، يمكن بيصل في بعض الأحيان إن بيبقى 10% من الشعاب اللي في المكان ده ممكن تتكسر بسبب الدهس. الشبك اللي بيمسك في الشعاب وبيخففه. الوعي البيئي موجود عند الناس كلها. بين الوعي والمصلحه. هما اللي بيبقوا المشكله اللي بتؤثر بالسلب على البيئه في البحر الاحمر. صحيح صحيح، انا بشكرك جدا 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 دكتور محمود عبد الراضي مدير المعهد القومي لعلوم البحار بمحافظه البحر الاحمر. نتمنى انه الناس يبقى في عندها وعي كبير، نتمنى الناس اللي بتشتغل في الصيد بالتحديد يلتزموا بالمواسم المحدده وبالاماكن المحدده وبالكميات، خد بالك الكميات المحدده في الصيد والا نزيد، لانه احنا مش عاوزين المخزون يقل، لانه بدا يقل بالفعل وبدا بيقل في انواع معينه وبدات الانواع دي كمان تكتر وتتعدد، فاحنا مش عايزين الامور تمشي بالطريقه دي، لانه في الاخر خالص عيشك انت اللي هيتضر، احنا مش عايزين كده يعني.